العظمة والاقتدار. أمر عباده المؤمنين بحسن الجوار، وعد المحسنين إلى جيرانهم من عباده الأبرار، وتوعد المسيئين إلى جيرانهم بعذاب النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الصدار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، كان صلى الله عليه وسلم في معاملته لجيرانه من الأصفياء الرحماء الأخيار. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته في ليل أو نهار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، نتناول اليوم من خلال خطبتنا هذه ملف علاقة الجوار في الإسلام. هذا الملف الاجتماعي الهام الذي نحن في أمس الحاجة إلى دراسته وتصحيح ما شابه من أخطاء. وفي الواقع نحن كنا قد تكلمنا عن موضوع الجوار والجيران وعلاقة الجوار، ولكن إخوة الإيمان، كثرة تشكيات الناس من جيرانهم، مما يلاقونه من الجيران من مختلف المضايقات، دفعنا إلى الحديث مرة أخرى عن هذا الموضوع، لعل الناس يعدلون مواقفهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم فيما يخص علاقة الجوار. وكما تعلمون، فقد تقاربت الدور والبناءات في زماننا، وارتفعت العمارات، وتزاحم الجيران، حتى كثرت الخصومات وتنوعت الخلافات. قديما زمن الأجداد وأجداد الأجداد كان المسكن أو البيت أو المنزل أو ما يعرف في لغتنا المحلية البرج، تراه موجود في مساحة كبيرة 3-4-5 مراجع، حيث كانت البيوت بعيدة عن بعض. الآن البيوت تلاصقت حتى أننا أصبحنا نعيش في الإمارات لا يفصل بين الجار والجار إلا 10 أو 15 سنتيمتر. فبالتالي إخوة الإيمان، ولد كل هذا مشاكل بين الناس، فكثرت الخصومات وتنوعت الخلافات، مما يتسبب في العديد من الأحيان في التلغيص والأزمات. هذا يشتكي من الضجيج، وهذا يشتكي من أنه لا يستطيع أن ينام هانئاً وهو يعمل في ساعة مبكرة في الصباح، جيرانه يطلقونه بأصواتهم وبتلفازهم وبمذياعهم وبأفراحهم، والآخر يتشكى مما يلاقيه من جيرانه من إخراج الفضلات والأوساخ وبقايا الحيوانات. كل هذا يعتبر من الأذية. ونحاول اليوم إخوة الإيمان التذكير بحقوق الجوار وآداب المعايشة من خلال آداب من السمح وتعاليمه الفاضلة. وننطلق في طرق الموضوع مع قول الله تعالى حين قال في كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر إلى الله ماذا يوصي: أن نعبد الله، ألا نشرك به شيئا، أن نحسن إلى الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين، وصية كذلك بأقاربك وباليتيم وبالمساكين أن تحسن إليهم، ثم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وهؤلاء كلهم يعتبرون من الجيران، هناك علاقة جيرة تربطك بهم. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كما
الله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. انظر أخوة الإيمان كيف يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانك بالله وباليوم الآخر بحسن علاقتك بالجيران. إيمانك بالله وباليوم الآخر لا يظهر من خلال كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة زكاة ولا كثرة حج ولا كثرة اعتمار ولا ذكر ولا استغفار ولا قراءة القرآن. إنما دليلنا على إيمانك بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر هو علاقتك بجيرانك، علاقتك بالناس. ذلك هو المقياس الذي به نعرف صحة إيمانك من فساد إيمانك يا عبد الله. ولقد كان سلفنا الصالح وأجدادنا إلى زمن غير بعيد يولون أهمية كبرى لحسن الجوار، حيث كانوا يتآزرون ويتعاونون في كل مناسبة مع جيرانهم، ويتعايشون في جو من الألفة والأخوة والاحترام. تجد الجيران أفضل من الأهل، لأن ربما أهلك يكونون بعيدين عنك، فإن جارك تراه صباح مساء، جارك تجده في كل وقت وحين. إذا آلمك أمر قلت يا جار، تجده واقفا معك في المصائب والمحن والأفراح وفي كل حالة، ويتعايشون في جو من الألفة والأخوة والاحترام. وقديما قيل الجار قبل الدار، قبل ما تجي الدار اسأل جيرانك. وقيل الجار جار وإن جار، الجار يقعد جار وعنده حقوق حتى وإن جار حتى وإن ظلم فهو جار. وقال أحد الصالحين إني أبيع الدار بدينار ولا أبيع الجار بألف دينار. راجل هذه ربما من الدعابات التي ربما يتناقلها الناس، ولكنها هي قولة عندها أصل. إذا قال دار نبيعها بدينار وجار نبيعه لك بألف دينار، يعني تريد أن تشتري داري أبيعك الدار بدينار، ولكن عليك أن تدفع لي ألف دينار مقابل أنني أبيعك جار. ما معنى أبيعك؟ أي أنني سأجعلك تعيش بجانب هذا الجار. وفي هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. لابد أن نفهم هذا القول أخوة الإيمان، لابد أن نعي حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون كلاما يدخل من هذه الأذن ويخرج من أخرى، لابد أن نعي كلام رسول الله. سيدنا جبريل كان في كل مرة ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار، يوصي بالجار، يوصي بالجار، حتى ظن رسول الله، حتى تصور رسول الله أن الجار سيصبح يرث في جاره عندما يموت. عباد الله، إن من أسباب توتر العلاقة بين الجيران، أسباب التوتر، أسباب الخلاف، أسباب العراق، أسباب الخصومة، أسباب هالأمور هذه كل، من بين هذه الأسباب عدم الاحترام وعدم مراعاة الحقوق. وأخطر من كل ذلك إذا يدعو الجيران بالنيل من أرزاقهم، إما أنه يتعدى على رزق جاره. والآن قولوا لي أما هي الضيعة الفلاحية ولا التسلم؟ أشكون عنده كورة وتسلم كل صيف؟ يتعايش مع الزلة وما يلقاش، يتعايش مع الغلة ما يلقاش. إذا هذا كله من الأذية. إذا ومن ذلك إذا وأخطر من كل ذلك إذا يدعو الجيران بالنيل من أرزاقهم والاعتداء على ممتلكاتهم والخوض في أعراضهم وكشف أسرارهم وإزعاجهم بضجيج أو بأصوات مرتفعة مما يحرم الجيران من الراحة والنوم وطيب المقام. ومن أسباب الخلافات بين الجيران مضايقة الجار لجار في مجال البناء ورسم الحدود والممتلكات، مشاكل كبيرة
وقضايا عديدة لا حصر لها في دوائر القضاء من أجل البناء والحدود والجدار والأمدار إلى غير ذلك، مما يزرع بين الجيران الأحقاد وينشر العداوات. لأجل ذلك فلقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكيرة على الذين يسيئون إلى جيرانهم، حيث اتهمهم بقلة الدين وضعف الإيمان اللي يكون سبب في إذاية جيرانه بأي نوع من الأسباب، بأي نوع من الأذية، بأي نوع من القلق، سواء كان بأصوات، بكلام، بفضلات، بأوساخ، بأقوال، بأفعال، أي نوع من الأذية. فليعلم كما بين الحبيب محمد أنه متهم بقلة الدين وضعف الإيمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، اسمعوا إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسمعوا هذا القول بآذانكم، بل اسمعوه بقلوبكم وعوه بعقولكم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقسم ثلاثة أيمان بالله أن إنسان ما يؤمنش، أي لا إيمان له، أي ناقص الإيمان، أي إيمانه ناقص، أي إيمانه غير كامل. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هذا يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. شكون هذا؟ خاب وخسر. شكون هذا اللي أقسمت عليه ثلاث مرات؟ فقال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جيرانه شروره. الناس متأذية منه، الناس الجيران كلهم متأذية من السيد هذا. هذا أقسم عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان أنه ليس مؤمنا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من جار السوء لما يمثل من خطر يتهدد راحة جيرانه وأمنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقاتل. سيد النبي قال: يا ربي أنا نعوذ بك ونتعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني كيما هكا ديارنا، يعني ناس مقيمين، ما احناش روحنا، احنا ناس مقيمين في بيوتنا وفي مدينتنا وفي قريتنا، ما عندنا وين نتنقلوا. ولذلك الجار هذا اللي يهدي فينا ما عنده وين يمشي، صباح مساء يهدي فينا، وجهنا في وجهه ديما موجود. ما قالش احنا مش نتنقلوا، لا، احنا مستقرين. اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فان جار البادية يتحول، لأنه جار البادية هما روحها هكا مش يرحل فترة ويرحل يحول إلى منطقة أخرى، لكن جار المقامة هو دائم المقامة معك وبجانبك، وأنت ستتأذى منه لسنوات عديدة. عباد الله، لقد عمل الإسلام على دعم العلاقة بين الجيران وتقوية الصلة بين المسلمين ليكون المجتمع متماسكا ومترحما. وقد ورد في الأثر أن الجار ثلاثة أنواع: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد عليك فهو الجار المشرك الذي لا رحم له، جار المشرك، ما هوش مسلم وما هوش من أقارب، هذا عنده عليك حق الجار، يعني عنده حق عليك أنك تحترمه لأنه جار، ولو كان يهوديا، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا. الجار الثاني الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. جار المسلم كيف؟ فهو له حق الجوار، عنده حق الجيرة وعنده حق الإسلام عليه، حقان. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم من ذوي القربى، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. جارك عنده حق الجوار، مسلم حق الإسلام، قريبك ولد عمك ولا ولد خالك ولا بنت عمك، إذا عنده حق القرابة عليه، فهذا له ثلاثة حقوق. عباد الله،
كي تستقيم الحياة لا بد من التعايش بين الجيران على أساس من الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق الخاصة والمشتركة مع ضرورة مراعاة المشاعر والأسرار والأمانات. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجار على جار في الحديث الشريف الذي يقول فيه لأحد الصحابة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أتدري ما حق الجار؟ سأل النبي صحابي: قال تعرفش شنو حقوق الجار؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله، يعني لا يعرفه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استعانك أعنته. هذه الأولى، الحق الأول. وقت جارك يقول لك: يا جاري من فضلك عيني راني عون إذا تقدر. اثنين: وإذا استقرضك أقرضته، طلب منك سلك وجه أقرضه سلك. وإذا افتقر أعنته، ثلاثة: مخصوص، محروم، مشراش، ملقاش، صغيرة محرومين، عون اللي تقدر. الرابع: وإذا مرض عدة، تسمع بجارك مريض زوره. الخامسة: وإذا أصابه خير هنأته، عنده فرح ولده نجح زاد مولود، أمشي وهنيه باركه. السادسة: وإذا أصابته مصيبة عزيته، ربي ابتلاه مرض ولا بموت، أمشي عزيه. سبعة: وإذا مات اتبعت جنازته، يموت جارك امشي وعزي ووصلوا للمثواه الأخير. ثمانية: ولا تستطل عليه ببنيان، ما تطلعلوش البنيان وتسكر عليه الهواء، تخليه ما يتنفسش. ثمانية: سبعة قلنا: ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، حتى مش تحب تطلع، امشي مستشير يا جاري تسمح ليش من فضلك ما فيها بيت. ولا تبنيه بقطار ريح قدرك الا ان تغرف له منها، وقت الطيب طعام طيب لذيذ رائحه طيبه ما زاد مش تبدا في الحديقه وبينك وبينه ساسر ب 30 سنتيم وانت تشوي وتعجعج في الحم والروائح والكبده والغيره وانت تعرف هو محروم وصغار ومش مشاكل الحم. هذا ما يجيش. ما تقول لي احنا تحرم انا ما ناكلش. سيدي النبي قال: ولا تؤذيه بالمدار ريح قدرك الا ان تغرف له منها. ما فيها باس. طيب صحي الخير. هذه عادة احنا صغار نتذكرها كانوا اجدادنا وجدادنا يطيبوا حويج هكا فاوحة وفين نقولوا احنا سامحوني يغرفوا صحي. هيا برا هذين الجار بن فلان، برا هذين الجار بن فلان. طيب بسباس، طيب ملوخية، طيب دوار، طيب حاجة. تلقاه يبدا يوصل صحن لهذا وصحن لهذا، يقراوا حسابه من الاول. احنا مقاش هذا. وان اشتريت فاكهه فهديه، شريت شويه فاكهه باهيه طيبه، شويه بنان، شويه تفاح، شويه انجاز، شويه عنب، اهديه شويه. فان لم تفعل ما تحبش تهديه، فادخلها سر راس النبي. ما تنجمش تعطيها شويه من اللي شريه، يا خويا دخلها سر. مش تبدا قدام الناس تدلل بها. وصغيرات محرومين باش يمشي يشريها هو. ولا يخرج بها ولدك ليغير بها ولده. وزاد صغيراتك كيفاش تعطيك الحاجه اللي دار وشارك ما يقدرش يشريها. قل له كلها في الدار. موز، تفاح، عنب، دار وشارك ما يمشيش يشري صغار. ولدك ولا وكلها له في الدار. اما احنا نحبوا قلبك رحيم وقلبك كبير وهزوا منه عقول عنب ولا كعبه تفاح ولا كعبه موز ماهيش حاجه كبيره. علاه؟ تعلم ولدك ياكل بالسيف. يهدي جارك ما فيها باس. اعطي خلي ربي يزيد يعطيك. ولئن شكرتم لازيدنكم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وصدق الله العظيم حين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين ولا يحرمنا.